خليني اقول لحضراتكم بقى هنا الثقافه والرقي والعقليه بتلعب دور، زي ما بتلعب دور مع اللعيبه بتلعب دور ايضا مع المسؤولين. امبارح كنا بنستعرض مع الاستاذ محمد البنهاوي الصحفي العزيز خبر يخص نادي الزمالك ويخص لاعب الزمالك الاسبق ولاعب بيراميدز الحالي حارس المرمى احمد الشناوي، وان نادي الزمالك يحق ليه 8 مليون جنيه. ده كان مقدم تعاقد اخذه احمد الشناوي من نادي الزمالك وساعتها اتباع لبيراميدز وما رجعش مقدم التعاقد. فالزميل العزيز محمد البنهاوي قال ان إدارة الزمالك ما كانتش تعرف التفصيلة دي، وان هي بالصدفة البحتة الأستاذ محمد بيومي الدكتور محمد بيومي كان موجود في جلسة أو موجود في زيارة في نادي الزمالك واتكلم معاهم على الجزئية دي وقال لهم على الملحوظة دي، فهم أخذوها في الحسبان وبيبتدوا يعملوا الإجراءات عشان يقدروا يسترجعوا هذا المبلغ. دي المعلومة اللي احنا قلناها هنا. شوف بقى لما يكون المسؤول عنده قدر من الرقي ومقدر لقيمة الكرسي اللي هو قاعد عليه ومتفهم لطبيعة الإعلام. في ناس كتيرة جدا متدنية أو أسلوبها ممكن يكون متدني يبتدي يقول أنتوا بتقولوا كلام مش هو. مفترض حسن الظن ومفترض إن احنا بنعمل شغلنا وبنجتهد عشان نجيب المعلومة، واجتهادنا ده قد يصيب وقد يخطئ. فراح متواصل معايا مشكورا ومشرفني بتواصل بالليل ووضح لي، قال لي لا احنا يا هيما الموضوع 1 2 3 4، احنا كذا 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 كذا. معانا على الهاتف امين صندوق نادي الزمالك دكتور حسام المندوه. يا دكتور حسام مشرفنا ومنورنا وضيف عزيز علينا من خلال هذه المحادثه التليفونيه وبرنامج الهدف. اهلا كابتن ابراهيم، مساء الخير. مساء النور على حضرتك، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله بخير والله الحمد لله. ما حقيقة بقى ال 8 مليون جنيه وايه السبيل الخاص بنادي الزمالك وإدارة نادي الزمالك للحصول على هذا المبلغ؟ يعني هو بص أنا مش عايز أتكلم في التفاصيل لأن الأمور دي كلها حقيقة عادتنا ما بتكلمش في تفاصيل حاجة غير لما بتنتهي، بس أنا حابب أوضح إن الموضوع ده طبعاً إحنا بنشكر أي حد بيقول ملحوظة أو حاجة ممكن ناخد بالنا منها، ما فيش مشكلة خالص وما عندناش أي مشكلة في هذا الشأن، لكن هو حقيقة الأمر هذا الموضوع واضح لأنه مدرك حتى في الميزانية، يعني مش أيوة. يعني مش موضوع سر موجود في الميزانية، أي حد ممكن يقراه ويشوفه. وهو الموضوع من قرار لجنة شؤون اللاعبين لقرار السويه والتحكيم، يعني الموضوع ده من الجهتين دول. وإحنا من يوم ما جينا تقريبا بنراجع كل القضايا اللي موجودة، إذا كانت خاصة باللاعبين أو خاصة بالعقارات أو خاصة بحاجات أخرى، يعني أمور كثيرة جدا وشائكة، وكل يوم بنقف في تسويات من ضمنها اللاعبين ومن ضمنها جهات برضو كان في مشاكل أو جهات سيادية كان برضو هناك أحكام لصالحها. فإحنا حقيقة شغلنا الفترة دي وقائم دايما على فكرة التواصل مع الآخرين اللي في مشاكل كانت موجودة بينهم وبين نادي الزمالك، وبنوصل لحلول تسويات وبينتهي الأمر. نفس الموضوع هنا، إحنا الموضوع ده لا مش يعني لم يظهر لنا فجأة، ولكن احنا كنا ملمين بيه وعارفينه، والشؤون القانونية في نادي الزمالك والمحامي يعني على قدر جيد من التواصل في مع الجهات الأخرى يعني عشان يلم الملفات أو يجمع الملفات الخاصة بهذا الشأن، ويكون في إن شاء الله كده إجراءات قريبة بإذن الله. معنى كده دكتور حسام إنه الأوراق التي تثبت حق نادي الزمالك موجودة داخل جدران نادي الزمالك، لكن عندنا معلومة إن أنتوا كان عندكم تحدي وتشالنج في فكرة الحصول على الأوراق اللي تثبت حقية نادي الزمالك، وإن الأوراق دي ما كانتش موجودة وما كانتش متاحة. يعني هو طبعًا القرار بتاع لجنة شؤون اللاعبين هو موجود، ولكن الفكرة التسوية والتحكيم وإلغاء هذا القرار أو التعامل معاه بشكل قانوني، أنا يعني مش هقدر حتى أفتي قوي في الناحية القانونية يعني. أيوه. فهو مطروح حقيقي للقانونيين المسؤولين عن هذا الملف. انا بس حبيت اوضح فكره ان الملف هل احنا على علم بيه ولا تمام. لا وضحت الصوره ببساطه زي ما قلت لحضرتك، هو مدرك في الميزانيه يعني. أيوة. مش حاجه سريه تمام. فلكن هو احنا المجلس لما جه احنا بالتالي ما كملناش 4 اشهر يعني 3 اشهر ونص، ويعني الكثير من الاعمال يعني ربنا يكون في عونكم والله فعلا يعني في الفتره دي تركه مثقال اولويات بس. وان شاء الله كل الامور دي ما فيش امر ابدا او حق من حقوق نادي الزمالك هيترك مهما كان مين هو الشخص اللي احنا يعني هنقاضيه او هنتواصل معاه او هنتحدث معاه،
مفيش اي حقوق لنادي الزمالك هتترك باي شكل من الاشكال. اخيرا دكتور حسام، هل توصلتم لاي تسويه فيما يخص مستحقات باتشيكو او احمد بالحاج؟ والله بص، برضه هو الملف طبعا ده انت عارف ماسكه الاستاذ عمرو ادهم، وبرضه هو بيعمل حاليا مرحله التفاوض مع الاطراف دي عشان نوصل لاحسن صيغه، ولكن زي ما قلت لحضراتكم من اول يوم احنا بنقول الكلام ده. أيوه. مش هنسيب المواضيع، يعني احنا بنقول سبب اللي احنا وصلنا له ده ان المواضيع كانت بتترك وكان بيبقى فيه تعاملات من طرف واحد، مفيش تواصل بين الاطراف وبين نادي الزمالك، فادى الى ما قالت اليه الحاله لغايه دلوقتي. الديون اللي كان اصلها مثلا يعني ضعيف جدا تراكمت بقى 4-5 أضعاف دلوقتي، فبالتالي النادي لازم يسددها. أيوه. فاحنا لن نصل ان شاء الله للمرحله دي. المجلس بيقوم بدور كبير جدا عشان يعمل التسويات المناسبه. والاطراف الاخرى ما يعني اللي شفناه حين الاطراف الاخرى لما بتلاقي النادي بيتواصل وبيتكلم وبيجتهد يعني في حاله من حالات التفاهم يعني. صحيح صحيح. فبنوصل لحلول في الاخر. دكتور حسام المندوق امين صندوق نادي الزمالك، كل الشكر لحضرتك على هذا التوضيح. شكرا جزيلا.